رجوعا لفكره الضغط والتسريع في الذكاء السابق، كانت لما تعطي انسان امر فعل معين ما تتنازل عنها لين يعطيك اياه او يعطيك شيء مقارب له، تنازلت عنه يخلي الانسان يحس انك سويت اللي هو يبغاه في الدقيقه زي الحرنه، ما توقف التحريك لين يتحرك بالفعل، الرجوع للخلف ما توقف الرجوع لين يرجع او على الاقل يقوس ويخف قدرته وقت اداء. كحصان مدرب زين وانت ترجع طبيعي ما راح يقول لا، بس ممكن يكون مثلا بالغ في رفع راسه وانت مواكبه لا تعطيه حق رفع الراس. مواكبتك ليه متى تحس ان ارضاك اذا قوس؟ مع انه ما فرضت، لكن انت مواكب الحصان وهو رافع راسه ويدي يرجع ورا. لو تلاحظ مواكبتك له بعد شوي تخليه يقوس، يوم يقوس يخف زياده عط عنانه ووقف الرجوع، او العكس انت قاعد ترجع وحصان بالغ في الرجوع لان دفاعه مقوس، استمر في الرجوع لين شوي يخفف الرجعه ويرفع راسه شوي كافئه وقت عدا. فانت ما تتدخل في الوضعيه، لكن اعتبر ان الوضعيه المعاكسه للي هو يسويها ارضاء، فاصبر لين يسويها ثم وقف. مثلا رجع وراء صادف انه في اللحظه دي كان ساحب، اواكب لين يفضي او يتكي اوقف امر الرجوع، او كمثال صادف اني اثناء الرجعه كان رافع راسه، اواكب واستمر في الرجوع لين يقوس في اللحظه هذه، لما قوس خفت رقبته وقفت الرجوع، او العكس ارجعه مبالغ في التقويس مبالغ في الاندفاع استمر مرجع لين يخطط الاندفاع يرفع راسه شوي اوقف الرجوع وقت عدالك. ففكره الضغط والتسريح انك تضغط لشيء معين ولا توقفه ولا تكافئه عن طريق انك توقف الامر لين يعطيك ما تريد، تقدر تطبقها في عده امور، مو فقط في الاوامر الكاع والرجوع الخلف والتحريك وغيره، تقدر تطبقها في اي امر مع الحصان. ضغط لفعل امر معين بصرف النظر عن مقدار الضغط والحصان لن يتم مكافاته او التوقف عن هذا الامر او الضغط الا لما يعطيني اللي ابغاه بالفعل او اقرب لما اريد حسب مستوى الحصان ووزنه. Thank you.